عظم المصاب. عن الإمام الباقر عليه السلام: إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك، فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لن يصابوا بمثله قط. إن المصاب يتناسب طردياً مع المقام. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم خلق الله، كانت مصيبته ورزيته أعظم المصائب وأشدها. وهذه المصيبة كانت الفاتحة لمصائب أهل البيت عليهم السلام فيما بعد، وهو القائل صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، أي في نفسه وذريته من بعده. وقد روي أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء الخضر عليه السلام فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله قد سجي بثوب، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا من كل ما فات، فتوكلوا عليه وثقوا به واستغفروا الله لي ولكم، وأهل البيت يسمعون كلامه ولا يرونه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا أخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم. وبعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، بلغ أمير المؤمنين علي عليه السلام ما بلغ من التأثر والحزن بهذا المصاب الجلل، حيث قال: فنزل بي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم أكن أظن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به، فرأيت الناس من أهل بيتي ما بين جازع لا يملك جزعه، ولا يضبط نفسه، ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به، قد أذهب الجزع صبره، وأذهل عقله، وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماع. وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معز يأمر بالصبر، وبين مساعد باك لبكائهم، جازع لجزعهم. وحملت نفسي على الصبر عند وفاته، بلزوم الصمت والاشتغال بما أمرني به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في حفرته، وجمع كتاب الله وعهده إلى خلقه، لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة، ولا هائج زفرة، ولا جزيل مصيبة، حتى أديت في ذلك الحق الواجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله علي، وبلغت منه الذي أمرني به، واحتملته صابرا محتسبا. وقال عليه السلام: لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رأسه لعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هيمنة منهم يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه. وقد نقل عن السيدة الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها قولها: رفعت قوتي وخانني جلدي، وشمت بي عدوي والكمد قاتلي. يا أبتاه، بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري، وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي،
ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد ثني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسلت النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، فكانت فاطمة تقول: أرني القميص، فإذا شمته غشي عليها، فلما رأيت ذلك غيبته. هذا والزهراء عليها السلام أعلم امرأة على البسيطة والأعرف بعظمة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي علمها بعظم المصاب وتأثيره في عالم الوجود والإمكان. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواح، وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون.